بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالمون تريدنج شانيل مع كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع الحلقة الرابعة من هذا الكورس تحت عنوان نموذج الاختراق بيرسينج باترن. هذا النموذج نمط سعري عاكس للاتجاه الهابط، يتكون من شمعتين، الأولى طويلة حمراء تتبعها شمعة طويلة خضراء. سعر فتح الشمعة الخضراء يكون في مستوى أقل من سعر فتح الشمعة الأولى الحمراء، وسعر إغلاق الشمعة الخضراء يكون في مستوى أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى الحمراء. هذا النمط يشبه إلى حد ما النموذج الابتلاعي انجالفينج باترن، إلا أن سعر الإغلاق في هذا النموذج يستقر في المنطقة العلوية لجسم الشمعة الأولى، أي كما قلنا سعر الإغلاق هنا في هذا النموذج يكون في مستوى أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى الحمراء. والآن مع أمثلة عملية كتطبيقات على هذا النموذج على الشارت، وكما قلنا من قبل أننا نستخدم المتوسط المتحرك 14 لتحديد الاتجاه، حيث لابد للمتداول مبدئيا أن يحدد الاتجاه العام للزوج الذي يتداول عليه، وأن يأخذ صفقاته مع الاتجاه العام. وفي حالة أخذ صفقات على الماينر ترند ننصح بأنها تكون صفقات سريعة ومضمونة بنسبة جيدة، وأن يتحقق فيها شروط النموذج بدرجة مثالية إلى حد ما، والمفضل هو التداول مع الاتجاه العام سواء بيعا أو شراء. والآن جاء الموعد مع الموسيقى الهادئة ونماذج الصفقات على تايم فريم من دقيقة حتى 30 يوم.
الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحضنا فيه على وجوب وفضل التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.